أهلا بكم. قال التقرير السياسي الدوري لهيئة علماء المسلمين في العراق إن زيارات رئيس الحكومة الحالي السوداني لعدد من الدول المجاورة وغير المجاورة هي زيارات شكلية نظرا لعدم ترتب شيء عليها، في مقابل زيارته لإيران التي نتج عنها أمور عديدة، منها قيام وزارة النفط الإيرانية بافتتاح مكتب تمثيل لها في بغداد. وأضاف التقرير أن الدول الأخرى باستثناء إيران ملزمة باستقبال رؤساء حكومات العراق بناء على ضغوط أمريكية لانتزاع اعتراف بالعملية السياسية وإبقائها حية، ورغم شكلية هذه الزيارات إلا أنها تضر بالعراق، لأن هذه الحكومات ناتجة عن نظام سياسي غير شرعي وتعطي ذريعة للمتحكمين بالمشهد العراقي للتبجح بمصطلحات السيادة والشرعية. وأكد القسم السياسي أن ما يجريه السوداني من تصفية لأتباع الكاظمي ومزاعم ملاحقة الفاسدين هي في الحقيقة تغطية على فضاه أكثر ضررا على العراق. وفي ملف المخطوفين والمغيبين قسرا في المدن المنكوبة، قال التقرير السياسي للهيئة إن هذا الملف يمثل واحدا من صور العار التي تنطبق على السياسيين السنة مما يواصلون التسلق على أكتاف العائلات التي تبحث عن مصير أبنائها المغيبين، وهؤلاء السياسيون شركاء مباشرون في تحمل مسؤولية انتهاكات وجرائم الميليشيات الطائفية لكونهم يعرفون مصير الضحايا والجنات. التقرير السياسي الدوري لهيئة علماء المسلمين في العراق عن الوضع في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا أن الدول ملزمة باستقبال رؤساء حكومات العراق بسبب الضغوط الأمريكية لانتزاع اعتراف محلي ودولي بالعملية السياسية الفاشلة؟ ثم ألا تعطي هذه الدول التي تستقبل رؤساء حكومات العراق ذريعة للمتحكمين بالمشهد العراقي للتبجح بمصطلحات السيادة والشرعية كما يقول التقرير؟ وكيف أثر التخبط السياسي الناجم عن الصراعات المستمرة والتنافسات المصلحية على واقع النظام في العراق سياسياً وأمنياً؟ ضيف الطاولة أيمن العاني سيندلي. العراق محتل ليس فقط من أمريكا وإنما من إيران. في تقريره الدوري عن الحالة السياسية في العراق، أكد القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق أن عام 2022 شهد مرحلة إرساء دعائم دولة حزب الدعوة، ولتحميل كل ما جرى من جرائم وانتهاكات وسرقات للحكومة السابقة في إطار صراع محدد بسقف مفروض على القوى المتخاصمة التي لا يمكنها تجاوزه. وبين التقرير أن ما يجريه السوداني من تصفية لأتباع الكاظمي بذريعة مكافحة الفساد تعد إجراءات تغطية على فضائح أكثر شرراً وأكبر ضرراً على العراقيين، لكنها أكثر نفعاً وأوسع تحصيلاً لأحزاب السلطة. فحكومة السودان ليست سوى وسيلة متحكم بها لتسير بعض الأمور بوصفها واجهة أرادت قوى الإطار التنسيقي تقديمها أمام الأنظار وضرب بعض الخصوم المنافسين وتوريطها في صراعات وعداوات سياسية مع أحزاب معينة. التخبط السياسي الناجم عن الصراعات المستمرة أثر بشكل كبير على واقع النظام من الناحيتين السياسية والأمنية، بحيث بات الوضع داخل العراق من هاتين الناحيتين غير محظي بالثقة لدى عامة الأنظمة والدول التي تصر على الاعتراف بحكومات العملية السياسية رغم فشلها. وعن المحور الأمني، أوضح القسم السياسي بالهيئة أن القصف الإيراني على الأراضي العراقية ما هو إلا خطوة متطورة للقصف المتتابع الذي تنفذه الميليشيات منذ وقت طويل بواسطة الصواريخ أو الطائرات المسيرة الملغمة. وملف حقوق الإنسان في العراق كما تعلمون يشهد انتهاكات كبيرة وجسيمة ومؤلمة. ولم يغب ملف حقوق الإنسان عن تقرير القسم السياسي، حيث ما زال هذا الملف يشهد انتهاكات جسيمة تتمثل في الإخفاء القسري والاعتقالات العشوائية والتعذيب وقمع الحريات والتغيير الديمغرافي المستمر. وفي محور الفساد، كانت قضية سرقة القرن حاضرة في التقرير باعتبارها واحدة من الشواهد الخطيرة على مستوى الفساد المالي والإداري الذي بات السمة الأساسية للعملية السياسية. هذه السرقة التي كانت نتيجة لمخرجات جريمة القرن المتمثلة باحتلال العراق وتدميره وسرقة ثرواته وخيراته وما نتج عنها من الجرائم والانتهاكات على جميع المستويات.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في التقرير السياسي الدوري الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الوضع في العراق. ضيفاء الطاولة الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، سيكون معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، وأيضا سيكون معنا الصحفي والإعلامي العراقي حسين دلي عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. يا مرحبا. نبدأ مع دكتور أيمن العاني إذا كان معنا. معنا مو؟ بدأ أسمع زين. دكتور أيمن، أكو مشكلة بالصوت؟ إذا أكو مشكلة بالصوت نتحول إلى ضيفنا بالدوحة حسين دلي. أستاذ حسين، ورد في التقرير السياسي ولا نعم دكتور أيمن، ورد في التقرير السياسي للقسم السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق أنه هذه الزيارات التي يقوم بها رئيس الحكومة الحالي محمد الشياع السوداني لعدد من الدول المجاورة وغير المجاورة، طبعا باستثناء إيران، شكلية وزيارات مجاملة ولا يترتب عليها شيء. كيف هي شكلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي ماجد على هذا الاستضافة، تحية للرافدين وجمهوري الكريم. الكل يعلم أن هذه الزيارات تمت بعد أسابيع قليلة من تسلم محمد الشياع زوداني مهام رئاسة الوزراء. أول نقطة ينبغي لفت الأنظار إليها أنه محمد الشياع السوداني ينتمي إلى الجيل الثاني من حزب الدعوة، الذي يبدو أنه وكوادره وحلفائه المتحكمون المشهد العراقي منذ 2003 إلى اليوم، وهو يتولى عملية التسويق والترويج لرؤساء الوزراء المتعاقبين. هذه الزيارات التي قام بها السوداني بعد أسابيع قليلة كما قلت يبدو أنها لم تكن مخططة بالشكل الذي يدعم سيادة العراق أو اقتصاده أو واقعه الديموغرافي الذي جعل من العراق حلقة موازنة كما يفترض به أن يكون في هذا المحيط الإقليمي المتشظي والمتصارع المتصادم. رغم ذلك الحكومة الحالية لم تفعل ما يشفع لها بأن تكون حكومة مستقلة في قراراتها وسياداتها. كل رؤساء الوزراء العراقيين المتعاقبين لا بد أن يذهبوا في أوائل زياراتهم إلى إيران، ولا بد أن تكون متبوعة باتفاقيات اقتصادية ومالية في أغلبها يكون المستفيد الأول هو الجار الكبير. إيران هي المستفيدة من تلك الاتفاقيات، ودائما ما تكون مبنية على أن تذهب ملايين أو مليارات الدولارات من العراق إلى إيران، بينما الزيارات الأخرى التي كانت هي عبارة عن تلميع وترويج أو انتزاع اعتراف غير مباشر بشكل يعني غير مبرهن بالخطط بالاتفاقيات على هذه الحكومة الجديدة الوليدة التي خرجت بعد آتون صراع رهيب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعيين لإخراج حكومة يفترض بها أن تنقل العراق إلى واقع جديد بعد يعني تجليات أو ما أنتجته ثورة تشرين خلال السنوات الثلاث الماضية، والواقع المأساوي الذي انحدر إليه العراق على المستوى الاقتصادي باعتبار أنه هو العصب الأكثر مساً بواقع العراقيين ومعاناتهم الإنسانية والحقوقية والمادية في السنوات المنصرمة. فعند المقارنة بين زيارة الكويت والأردن مع زيارة إيران يبدو الفارق واضحا. مؤتمر الذي الأردن الذي يفترض بأن يعقد في العراق لأنه يمس العراق بشكل مباشر، عقد في دولة مباشرة برعاية فرنسا التي هي ليست لاعب رئيسي في العراق، وما تبخض عنه من نتاج والزيارات لم يعرف العراقيون نتائجه الحقيقية ولا ما سيعود به على العراق من نتائج اقتصادية أو مالية أو حتى تموضع العراق بشكل مغاير لما كان يتموضع عليه في السنوات الماضية التي جعلت منه للأسف دولة ضعيفة لا تنتمي للدول القوية التي يفترض بها واقع العراق وإمكاناته وثرواته أن تجعله في مصاف الدول الأولى في الدول العربية. لذلك نقول هذه الزيارات
الأولى لحكومة الشعب السوداني لم ترقى إلى المستوى الحقيقي الذي ينبغي أن تصله الحكومة العراقية رغم كل الإمكانات المتاحة أمامها. نعم دكتور أيمن ويانا. نعم أسمعك سيدي. أهلا دكتور. دكتور أيضا ورد في التقرير السياسي للقسم السياسي للهيئة أن هذه الزيارات التي يقوم بها السوداني للدول المجاورة وغير المجاورة طبعا ما عدا إيران هي بضغوط ومصالح أمريكية لانتزاع اعتراف محلي وإقليمي بالعملية السياسية الفاشلة على حد تعبير يعني تقرير القسم السياسي. بعد 20 عاما تعتقد العملية السياسية بحاجة إلى اعتراف إقليمي ودولي؟ تحية لك أخي وشكرا على الاستضافة والتحية للضيف الكريم. الحقيقة يعني هذه العملية السياسية التي لا يمكن أن يكون لها أي نجاح يكتب لها أي نجاح في ظل الظروف والمعطيات التي يتم تشكيل حكومات وفقها، يعني هذه معلومة وأصبحت يعني حقيقة يعني هذه العقدين الماضيين أثبتت العديد من المواقف أنها لا يمكن أن تكون سوى مجرد أداة لتحويل العراق إلى بقرة حلوب لهذه الدولة أو تلك، ولا سيما إيران أو أمريكا. وبالنتيجة كل الحكومات المتشكلة والتاسعة منها الحالية حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق كلها وهم يعلمون علم اليقين أنهم يعني طارئون، أنهم مؤقتون، أنهم سيأتي الوقت الذي لأنه لا بالنتيجة لا يصح إلا الصحيح، وما يجري في العراق أمر يعني غاية السوء وغاية الخطأ وغاية عدم الصواب. وبالنتيجة هذا يعني هذا الموقف الذي تتشكل وفق هذه حتى هذه الصراعات السياسية الدائرة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم هي صراعات حزبية مصلحية لا علاقة لها بالبلد ولا بمصير البلد ولا بهموم الشعب ولا تنظر إلى هذا المنظار لا من قريب ولا من بعيد، إلا اللهم يعني تتخذ من بعض الملفات الحساسة لدى المواطن العراقي تستخدمها في الوقت المعين وتدعها في وقت آخر لظروف انتخابية لظروف سياسية تتحتم على بعض القوى أن تتقاسم أدوار، هذا يتكلم بالجانب الوطني الشكلي والآخر يطعن به وهذا يقول فاسد، وهم كلهم شركاء الكل في سفينة واحدة، الكل يعلم إن غرق أحدهم سيغرق الجميع، ولأنهم مشتركون شراكة تكافلية تضامنية بما جرى في العراق بعد 2003 من هدم وتدمير وسرقات وفساد وقتل وقمع انتهاكات جمة حقيقة لا يعني لا يمكن حتى أن تتحدث فيها بشكل عام لأنها فاقت كل التصورات. حكومات متعاقبة تنتهك حقوق الإنسان على كافة الأصعدة وبشكل واسع نطاق واسع، وهم يتحدثون عن مصير الشعب ويتحدثون عن الديمقراطية الزائفة ويتحدثون عن أنه هم قادم. نعم توجد انتخابات وتحدث انتخابات في العراق، لكن هل هنالك ديمقراطية في العراق؟ أبدا، لأنه هذا الموضوع وعلى المآخذ التي عليه، لكن هذا الموضوع لا يتحقق في العراق وفق نظام المحاصصة بالنتيجة، والكل يعلم جيدا أنه جميع المشتركين في العملية السياسية محفوظو الحقوق والامتيازات بغض النظر عن التمثيل في هذه الحكومة أو تلك. فبالنتيجة هذا يعني وحتى من يعني حتى هذه الزيارات التي قام بها والتي تفضل بها الضيف العزيز
يعني كل المضيفين يعلمون جيدا أن هذه الحكومة كسابقاتها هي مجرد أداة، مجرد يعني لتصريف بعض الأعمال، والدليل على ذلك لا توجد اتفاقات استراتيجية حقيقية ذات بعد استراتيجي قومي عربي بين هذه يعني منتجة عن هذه الزيارات، لأن الكل يعلم أن هذا الأمر مناط إلى إيران، وإيران لها اليد العليا في الموضوع بالنسبة للجانب الإقليمي، وهذا الأمر طبعا ليس في صالح إيران أن نعم. تكون أي اتفاقية أو تجري أي نعم. مسلك لهذا نعم. أستاذ حسين، زيارات أيضا السوداني الحقيقة على الرغم من أن التقرير وصفها بأنها زيارات يعني زيارات شكلية، زيارات مجاملة لن يترتب عليها شيء ما عدا إيران، مع ذلك التقرير استدرك وقال إنها تضر بالعراق بلدا وشعبا، أين وجه الضرر إذا كانت هي شكلية أو زيارات مجاملة لا أثر لها على أرض الواقع؟ يعني في الحقيقة هو عدم النفع هو ضرر، يعني إذا أنت اقتمت على أمر، احنا نتكلم الآن على التحليل السياسي، عندما يعني يكون رئيس وزراء مزمع على إقامة تحالفات استراتيجية تعود على البلد بالنفع، فعندما يقوم بزيارات إلى هذه الدولة أو تلك ولا يتحقق شيء، بالتأكيد هذا أول شيء يضر سمعة العراق كبلد، ثانيا العراقيين يتطلعون إلى تغيير حقيقي في واقعهم المأساوي ولا يتحقق هذا التغيير، ثالثا لو أردنا أن نناقش مثلا مؤتمر البحر الميت في الأردن، المؤشرات كلها سلبية، أولا فرنسا التي دعت إلى هذا المؤتمر هي تحاول أن تجد لها موطئ قدم في العراق، العراق لم يرى أي مشاريع فعلية من فرنسا مثل ما رأى مثلا من الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، ربما المستفيد الأكبر هو الأردن باعتبار أن جزء من أي مشروع اقتصادي سيتم في العراق لابد أن يكون للأردن دور الممر أو محطة ترانزيت مصر البعيدة نسبيا عن العراق كانت مشاركة بقوة، بينما لم نرى لحد اللحظة رغم عشرات الزيارات لمسؤولين مصريين إلى العراق لم تحدث أي يعني فائدة حقيقية. الحكومة العراقية عندما تزعم أنها تحاول إيجاد واقع جديد اقتصادي يحاول أن يعود على العراق بالنفع والعراقيين، عندما لا يتحقق ذلك بالتأكيد أن الضرر يلحق بالعراقيين. موضوع السيادة موضوع مهم جدا، اليوم عندما أنت تصر على العلاقة الذيلية بين قوسين مع إيران، تعطيها المليارات ثم لا تحصل منها إلا على سيارات السايبة المهترئة، ارتباط موضوع الغاز، أنت الحكومة العراقية الحكومات العراقية التي تصر على عدم استغلال الغاز استغلالا حقيقيا ثم تدفع المليارات إلى إيران لدعمها ضد نظام العقوبات الأمريكي والدولي عليها، فبالتأكيد هذا أخذ من حقوق العراقيين وثرواتهم وإعطائها للجوار بشكل آخر. موضوع التأشيرات الزيارات، لو تكلمنا عن موضوع حتى النشاطات والمهرجانات التي يقيمها العراق اليوم، مثلا الزوار الإيرانيين يأتون إلى العراق مجانا بينما العراق يذهب إلى إيران بزيارة يدفع فلوس، هناك تخبط حقيقي في إدارة العراق كمنظومة اقتصادية، ليست هناك تغيير حقيقي في واقع العراقيين إلا بزيادة عدد التعيينات والرواتب، بينما هناك فشل حقيقي على كل المعطيات التي يمكن فعليا أن تنقل العراق إلى واقع آخر، سواء على الواقع الاقتصادي، الواقع الزراعي، الواقع التجاري، مسألة استيراد وتصدير. العراق الآن بلد نظام ريعي قام على إعطاء رواتب وإسكات العراقيين مقابل رواتب بسيطة، ونظام مالي اقتصادي بائس، وكثير من المشاكل التي تعصف بالعراقيين. نعم. الدكتور أيمن، أيضا
التقرير أشار إلى أن هذه الدول التي تستقبل رؤساء الحكومات في العراق إنما تعطي ذريعة للمتحكمين بالمشهد العراقي من ميليشيات وأحزاب طائفية، وهنا طبعا التقرير يقصدهم، للتبجح بمصطلحات السيادة والشرعية. تعتقد أن العملية السياسية وقواها من ميليشيات وأحزاب بحاجة لهذه الذريعة، ذريعة حتى تتكئ على السيادة والشرعية؟ ويقول التقرير وهذه الحكومات أبعد ما تكون عن هذين المفهومين. حقيقة أخي الكريم، هذا يعني موضوع السيادة هو موضوع يعني حقيقة مضحك مبكي في العراق. يعني هذا الأمر ليس غير موجود فقط، لكن منعدم تماما، وهو مصادر من قبل يعني كثير من حتى البروتوكولات، حتى الأمور الدبلوماسية، حتى في كثير من الأمور الظاهرة الواضحة للعيان التي لا تخفى على أحد، يعني يتم إظهار عدم سيادة العراق بشكل مباشر وصريح ودون خجل ولا وجل كما يقولون. لكن بهذا يعني أنه الزيارات في هذه كما تفضل الضيف الكريم أنه هي يعني زيادة على ما تقدم به، أنها المشكلة هي تعلم جنابك أنه العراق بعد 2003 مصادر القرار، لا سيادة له، لا يعني من يحكمه أو يتحكم به حقيقة هو مجرد أداة لتسيير إرادات خارجية. فهذه الزيارات تعطي بعض الشرعية للأنظمة، ولا سيما حكومة الاحتلال التاسعة. فهذا ضرر كبير يلحق بالشعب العراقي، يعني الشعب العراقي هو الخاسر الوحيد، هو الخاسر الأكبر من هذه العملية السياسية التي تمتص دماء العراقيين وتسفك دماءهم و يعني تستبيح أموالهم، وكل هذا يجري. يعني تعلم جنابك اليوم إيران لها ساحات كثيرة فاعلة فيها على الساحات العربية، كل هذه الساحات هي يتم تمويلها من الأموال، المال العام العراقي، يصادر، يهرب على شكل صفقات، على شكل تهريب، على شكل جميع أشكال مصادرة الأموال تجري لصالح إيران وإيران. فهذه حقيقة، هذه الزيارات للدول العربية يعني تعطي بعض الشرعية لهذه الأنظمة، لأنه بالنتيجة يقول لك تفضل احنا تستقبلونا ويتم استقبالنا واللقاء معنا والتحدث معنا، وكأنما الأمور يعني في العراق يعني حتى يعني يخجل الإنسان اليوم يقول في نظام سياسي في العراق، والله يخجل أن يقول في نظام اقتصادي في العراق. لا توجد أخي يعني اليوم ما هو النظام السياسي القائم في العراق، وأين المخطط أو البرنامج السياسي الذي يسيرون وفقه، وما هو المآلات، ما هي المعطيات، أين النظام الاقتصادي رغم الإيرادات الهائلة؟ يعني اليوم احنا العراق دخل إيرادات نفطية أكثر من 100 مليار دولار، و 64 مليار دولار البنك المركزي مصرف في الأسواق. أين هذه الإيرادات؟ يعني مبالغ طائلة، مبالغ أصلا يعني غير واضح غير دكتور. لا يمكن أن تصدق أن هذا البلد يمتلك هكذا مبالغ، وهذا حال الناس، ناس تموت من الجوع، تموت من البرد، لدينا دكتور عدة وفيات منك. في أنا أعتذر، أستأذن منك ومن ضيفنا الآخر حسين دلي ومن المشاهدين، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن التقرير السياسي الدوري.
لهيئة علماء المسلمين في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، تبحث في التقرير السياسي الدوري الذي أصدره قسم حقوق الإنسان، القسم السياسي عفوا في هيئة علماء المسلمين في العراق، عن الوضع في العراق. ضيف الطاولة دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان بالهيئة، والإعلامي والصحفي العراقي حسين دلي. أستاذ حسين، أيضا التقرير شكك في الإجراءات الحكومية لحكومة السوداني في ملاحقة قضايا وملفات الفساد، واعتبرها في الحقيقة التقرير تغطية على فضائح أكثر ضررا وسلبية للموجود الآن، ويتهم بها طبعا قوى الإطار. لكن الحقيقة هناك مذكرات اعتقال، وهناك ملاحقات، وهناك استرجاع أموال قامت بها حكومة السوداني، وهناك إقالات من المناصب لموظفين عسكريين وحكوميين. هذا التشكيك إلى ما استند إليه التقرير السياسي؟ يعني أولا حجم الأموال التي عرضها محمد الشاع السوداني في المسرحية التي ظهرت على التلفاز تقول كل الأرقام، أن حجم المعروض هو بالدينار العراقي طبعا لا يرقى الى 10 او 15% من حجم الاموال المسروقه. فقط سرقه القرن او ما يقال عنها سرقه القرن في العراق، المتهم فيها نور زهير الى اليوم لا يعرف مصيره، هل هو في السجن او مطلق صراحه او حتى خارج العراق او داخله. هذه الاموال التي سربت من اموال الضرائب التابعه في مصرف الرافدين، حتى هذه الاموال يقال ان حجمها اكبر بكثير من المعلن عنها. الحجم الاموال المسترده لا يتعدى 15% من هذه الاموال فقط التي نقول عنها هيئه الضرائب ضمن مصرف الرافدين. هناك سرقات تتحدث عنها ارقام محليه عراقيه، بعضها سرب من بعض المختصين المتابعين الملف العراقي من النواب في البرلمان، من بعض الاشخاص المقربين من بعض الوزارات. وهناك أرقام سربت من جهات أمريكية على وجه الخصوص باعتبار أن الولايات المتحدة هي المتحكم الحقيقي بقضية دخول الدولار إلى العراق ومصرف أموال النفط العراقي المباع للأسواق الدولية. هذه الأرقام تؤكد أن التريليون 2 تريليون دينار عراقي الذي يعني تعادل تقريبا 2 مليار دولار هي في الحقيقة قد تصل إلى 15 وبعضها يقول 25 مليار دولار قيمة الهدر في الأموال أو ما يعرف بسرقة القرن. فما يكشف عنه أو ما تعترف به أو تقر به حكومة الشاع السوداني هو 2 مليار، بينما الحقيقي 25 مليار. ولك أن تتصور حجم هذا البون والتناقض الواضح الذي يراه البعض مقصودا لإخفاء و التعتيم على الكمية أو الحجم المبالغ الأكبر من هذه السرقة الفاضحة التي هي أحد أوجه الفساد في العراق. النقطة الثانية أن المتهمين بهذه السرقة، هناك مصادر أمريكية تقول أن الشخص الرئيسي في هذه السرقة أو هذا
التلاعب بالأموال ليس نور زهير بل شخص يدعى شاكر الزبيدي يتبع منظمة بدر، والمعروف أن منظمة بدر تتبع لهذه العاملي، حتى أن مصطفى سند أحد النواب المرتبطين بالميليشيات والذي يبدو أن لديه أبواب مفتوحة في بعض المجالات بدعم من الجهات التي يمثلها في الوصول إلى بعض مصادر الأرقام والمعلومات في الحكومة العراقية. هذا الرجل مصطفى سند يقول: وصلني عندما بدأت بتسريب بعض الأخبار المعلومات التي تصلني، جاء اتصال من أحد الشخصيات الحكومية النافذة من الطبقة الأولى، والطبقة الأولى معروف هم رؤساء الأحزاب في العراق المتحكمين بالمشهد السياسي والاقتصادي والأمني. قال لي: عليك الآن الاتجاه إلى القضاء والكف ووقف التسريبات. وهذا يؤكد المعلومة التي سربتها المصادر الأمريكية عن ارتباط شاكر الزبيدي بمنظمة بدر، ونعرف الآن منظمة بدر وحجم تدخلها باعتبار أحد الأحزاب الرئيسية المشكلة للإطار التنسيقي وبالتالي مشكلة للحكومة العراقية. من أوجه الفساد الأخرى هي موضوع تسديد الدولار إلى إيران. كشفت المصادر عن أن هذا التسديد يتم بفواتير مزورة ترفع الأرقام إلى مليارات الدولارات بعد أن كانت هي الفواتير الحقيقية بملايين الدولارات. الوجه الفساد الآخر هو موضوع الغاز الذي يشتري العراق من إيران، يباع بأسعار أعلى من السوق، والحكومة العراقية تبدو ليست فقط راضية وإنما داعمة لهذا التوجه. استمرار الاعتماد على الغاز الإيراني وحده دون المعروض من الدول المجاورة هذا وجه آخر من الفساد. عدم استثمار الغاز العراقي المصاحب للنفط هذا وجه آخر من الفساد. الفساد في القطاع الزراعي، الفساد في القطاع الصناعي، حتى الصفقات التي يعني انتخب بسببها الوزراء ووزراء العامون. موضوع تعليق مشاكل الفساد على حكومة الكاظمي وتصفية تركة مصطفى الكاظمي من المراسب هذا واحد من أوجه الفساد، لأنه عملية استحلال واستبدال فاسدين بفاسدين آخرين. فالحكومة العراقية والأحزاب والإطار التنسيقي غارق بالفساد حد التخمة. نعم دكتور أيمن، تحدث التقرير أيضا أنه التخبط السياسي بسبب الصراعات المستمرة بين قوى العملية السياسية والتنافسات المصلحية، هكذا وصف هذا التنافس، أثر على واقع النظام في العراق سياسيا وأمنيا. هل تعتقد أن سمعة النظام في العراق بسبب هذا التنافس، بسبب هذا الفساد، تحدث عن جزء منه حسين دلي، جعل سمعة هذا النظام في الحضيض، وكأنه من يقرأ هذا الكلام أو يسمع أنه هذا النظام الذي هو في الحضيض الذي الحقيقة أن سمعته بهذه السوء كأنه نظام معزول ومنبوذ، والواقع يقول ليس هكذا، الكل يتسابق إقليميا ودوليا على الترحيب بهذا النظام ورموزه. أخي الكريم، التسابق يعني واضح أنه بسبب ضغوط وهذه الضغوط أمريكية بحتة واضحة ويعني ظاهرة ولا تحتاج حقيقة إلى. أما مسألة هذا النظام يعني الفساد هو الحقيقة على الأصعدة، جميع الأصعدة، يعني إذا تناولنا القطاع الصحي فالقطاع الصحي منهار في العراق. دكتور حتى لا دكتور اسمح لي دكتور أيمن حتى لا نبتعد عن النقطة. نعم. هذا النظام التقرير يقول هذا التخبط أثر على واقعه أو على سمعته سياسيا وأمنيا، ممكن شرح أكثر لهذا التأثير السياسي والأمني؟ نعم. يعني هذا تعلم جنابك والمشاهدون يعلمون أنه الصراعات الدائرة في العراق وعلى حدتها ومستوى ما تصل إليه وخفوتها وارتفاعها، و يعني هذه كلها حقيقة صراعات مؤثرة تأثيرا كبيرا على أداء الحكومات التي تتشكل بعد هذه الصراعات، لأنها تكون حكومات مكبلة ب يعني أمور كثيرة جدا لا يمكن أن تتصرف أو أن تعمل أو أن تنتج شيئا إلا بإرضاء هذه الجهة وإسكات تلك الجهة واسترضاء هذه الجهة. فالنتيجة هذه
تتأثر بشكل مباشر ما على الجانب السياسي والجانب الأمني بالضرورة، لأنه هذا الأمر يعني اليوم هل الأجهزة الأمنية هي أجهزة مهنية؟ هل يتولى الأكفاء المهام الأمنية حتى يسيروا بالبلد إلى الأفضل؟ أبداً، كل الاختيارات وكل المعادلات كلها وفق يعني توافقات هزيلة، توافقات مقيتة، توافقات يعني حقيقة يعني المشكلة اليوم، ولا يعني حتى البعثة الأمم المتحدة في العراق لا تخجل أن تقول يعني وفق التوافقات توافقوا فيما بينكم ويعني سيروا الأمور. نعم. أي توافقات هذه؟ على حساب من؟ على حساب مصالح الشعب، على حساب قوت الشعب، على حساب مصير الشعب، أمن الشعب؟ لكن لا أحد يتحدث حقيقة بهذا المستوى. يعني اليوم أنا يعني أزعم أنه جميع حكومات الاحتلال المتعاقبة ليس لها أي انتماء وطني حقيقي ينوم عن أي إجراء أجرت، وأرجع وأقول على جميع الأصعدة وجميع القطاعات. نعم. لا الزراعية ولا الصناعية ولا التعليمية ولا الصحية ولا حتى، بل هي يعني هذا مشكلة خور عبد الله وما رافقها من استقالات وأخرى، هذه أحدث يعني كل هذا الأمور بماذا يعني ماذا تقرأ منها؟ تقرأ أنها حكومات، فبالنتيجة حتى من يستقبلها، حتى من يعني هو يعلم جيدا ويعلم علم اليقين أن هذه حكومات زائلة، حكومات ليست لا يمكن أن يتم معها اتفاق استراتيجي بعيد الأمد حتى يعني تستوي الأمور أو تستقيم الأمور. أشكرك كما حسين. في التقرير أيضا حمل على ما سماهم السياسيين السنة في مسألة المغيبين والمخطوفين في المدن المنكوبة، والحقيقة حملهم بل اتهمهم أنهم شركاء أصيلون في هذه المأساة، وأنهم يتاجرون وأنهم يتسلقون على أكتاف العائلات المنكوبة ذوي الضحايا والمغيبين والمخطوفين وما إلى ذلك. لماذا يحملون المسؤولية وهؤلاء ليس لهم من الأمر شيء؟ حال الموضوع ملف الحقوق الإنسان هو من أهم الملفات المحتقنة في العراق. نعم. والضرر الرئيسي فيه يقع على المكون السني، إذا تكلمنا بلغة المكونات. المكون السني هناك من يزعم ويدعي أنه يقود هذا المكون، وهو يرشح للانتخابات باستمرار وأنه يمثل هذا المكون في الزعامة السياسية. اليوم رئيس البرلمان العراقي السيد محمد الحلبوسي ومعه حزب تقدم وتحالف السيادة يمثل التيار الأكبر، حتى تحالف عزم مثنى السامرائي وأحمد الجبير أبو مازن وغيرهم، كل هؤلاء يدعي أنه همه الرئيسي هو استحصال أو المحافظة على المكتسبات السنية كما يسميها. أهم ملف في هذه الواقع الحقوق هو ملف المغيبين الذين سماه محمد الحلبوسي المغدورين. اولا الحلبوسي اعترف بانهم مغدورين، لكنه لم يقل ولم يخبر العراقيين او اهالي هؤلاء المغدورين المكلومين المظلومين من الذي قتلهم، اين جثثهم، اين هم، اين اذا كانوا مقتولين وين مقابرهم، وين جثثهم، لماذا لا يتم تسليمها. ليس هناك ضغط على الحكومه العراقيه، وكأنه رفع العبء والكلفة على الحكومة العراقية وعلى الإطار التنسيقي وعلى هيئة الحج الشعبي، وهؤلاء الثلاثة متهمون بأنهم أصحاب الدور الرئيسي بإخفاء 15 إلى 20 ألف من المغيبين خلال السنوات الخمس المنصرمة. ليست هناك تعويضات حقيقية، ليست هناك رواتب رعاية اجتماعية في السنوات الخمس الماضية. أغلب هؤلاء المغدورين يعيشون على الكفاف وعلى المساعدات إلى اليوم. السيد محمد الحلبوسي منذ تسلمه رئاسة محافظة الأنبار
ثم البرلمان في دورته الأولى، واليوم لم يزر أي مخيم للنازحين ولم يزر أي عائلة من عوائل المغدورين، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. لم يقم بأي زيارة لأصحاب العوائل المهجرة من جرف الصخر، ولا العوائل المهجرة من القائم، ولا العوائل المهجرة من أطراف الموصل، ولا من نهر الإمام في ديالة، ولا في صلاح الدين. لم يقم بزيارة أي مخيم للنازحين، لا في عملية الفلوجة التي تبعد عن مقر سكني في القرمة تقريبا 30 كيلومتر، لم يقم بزيارة المخيمات النزوح في الموصل ولا حتى في كردستان العراق. هذا الرجل الذي يزعم أنه يمثل المكون السني يغرق الآن في مسألة الرواتب، هو يعمل على أنه محافظة الأنبار في أحد شهادة إعمار، لكنه إعمار شكلي قام على التبليط وعلى منجزات شكلية، لم يحدث هناك أي تغيير في الواقع الاقتصادي ولا إعادة افتتاح المصانع ولا أي تنمية في القطاع الزراعي. الموضوع المغيبين اللي هو الهاجس الأكبر للمكون السني، لم يخرج محمد الحلبوسي يعني موقف حقيقي، إلا عندما قال أنهم مغدورين فكان تدخله وإشارته لها واقع مأساوي زاد من معاناة أهالي هؤلاء المغدورين. لم يذهب إلى هؤلاء المغدورين بعد أن خرج في مؤتمر في لقائه الإعلامي، ثم ذهب إليهم ليواسيهم أو ليقول لهم نحن نتكفل بكم أو أنه سيغوق على الحكومة العراقية. وبالتالي هو كأن هذا العبء الملقى على كاهله منذ سنوات فقط أزاحه وانتهى الأمر بالنسبة إليه على المستوى الشخصي، وربما لم يعد يقلق من كلام آخر باتجاه حل هذا الملف وإنصاف الآلاف من المغيبين والنازحين والمغدورين والمهجرين. نعم دكتور أيمن، كان واحد من محاور التقرير السياسي تحدث عن ملف حقوق الإنسان في العراق، وحضرتك مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، تحدث عن الانتهاكات ما زالت مستمرة تقوم بها قوات حكومية وميليشيات، وهناك جرائم ما زالت أيضا مستمرة. هل من أفق زمني لإغلاق هذا الملف وإيقاف وإنهاء هذه الانتهاكات التي عمرها الآن من عمر الاحتلال حوالي 20 عاما؟ هل هناك أفق زمني لإنهاء هذه الانتهاكات إيقافها؟ أخي الكريم، ملف حقوق الإنسان في العراق يشهد انتهاكات جسيمة، هذه الحقيقة. يعني الأمور المدى هذا السنين الكثيرة الماضية، عقدين كاملين، نتحدث عن عقدين كاملين، هذه قضايا تتعقد يعني يوم بعد يوم، شهر بعد شهر. حقيقة الأمر يعني الآفاق يعني مغلقة في ظل هذا النظام، مغلقة انغلاق يعني إغلاقا تاما على أنه يتم حل أو إيقاف، حتى على الأقل إيقاف مسلسل هذا الانتهاكات الجارية على جميع المستويات. كما تحدث يعني اليوم إذا نظرنا عن مسألة النازحين، في مشكلة كبيرة في ملف النازحين. منظمة الهجرة الدولية تتحدث عن أنه هنالك أكثر من 2.5 مليون شخص عراقي بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مساعدات إنسانية عاجلة. نصف هؤلاء لا يجدون مأوى، هذا وفق التقرير لمنظمة الهجرة الدولية. معظم هؤلاء 2.5 مليون شخص هم من الذين كانوا نازحين وعادوا أو خرجوا أو أخرجوا من مخيماتهم قسريا. فهذا أخي هذا ملف يضاف، يعني المشكلة تتفاقم، ولا يمكن حقيقة لأي ملف من ملفات حقوق الإنسان. الجميع اليوم إما متورط وإما شاهد زور في هذا، يعني على أقل تقدير جميع المشتركين في العملية السياسية، الجميع دون استثناء إما متورط تورطا مباشرا في الموضوع في هذه الانتهاكات، أو هو شاهد زور يعلم أنها تجري ولكن يلتزم الصمت والحياد. هنا طبعا حقيقة هو لصالح الجاني، وظلم مركب باتجاه الضحية.
فهذا أخي يعني عن أي ملف نتحدث يمكن إغلاقه أو يمكن كل ما يجري هو ترحيل الملفات وإذا بها تتفاقم وتكبر وتتعاظم حقيقة مع الأيام. ولكن أكيد من المؤكد أن هذه الجرائم هي لا تسبق بالتقادم، وأنا يعني اليوم أؤكد نعم على موضوع توثيق الانتهاكات حتى لا يعني حتى يحاسب. يعني يتحدث الحلبوسي عن مصير المغدورين ولا يتحدث عن تعويض الضحايا أو عن محاسبة المرتكبين. هو من يقول أنهم مغدورون يعني من الذي دكتور غدا؟ واضح. أشكرك، عندنا دقائق قليلة حتى نخليها لضيفنا من الدوحة حسين. حسين، أيضا في التقرير جاء الحكومة أصدرت قرار بما يخص الجالية الفلسطينية الموجودة في العراق، أنه من غاب شهرا على العراق لا يحق له العودة إلى العراق عن الفلسطينيين في العراق. والدنيا قائمة الآن في الأربع دول أنه محور المقاومة لتحرير فلسطين، جيش القدس، شهيد القدس من القوى الفلسطينية، شهيد القدس، معركة السيف القدس أهديت إلى خامنئي. والجماعة الفلسطيني صار له 60 سنة بالعراق، إذا راح شهر ما يدخل العراق. هذول شو يقولون وذول شو يقولون؟ هاي شلون هيك؟ صوت ما نسمع حسين. نعم، هو أحد الأشياء التي ربما تحسب لنظام صدام حسين أنه كان يعطي حقوق الفلسطيني حتى ربما في بصم العراقي أكثر من حقوق العراقي. نعم. اليوم هم يقولون أنه صدام حسين كان مزيف، ونحن الآن رعاة مشروع المقاومة ويحرضون على أي شخص ولو بالشبهة يتكلم عن مسألة إسرائيل، فيتهمون المناوئين بالتطبيع مع إسرائيل. نعم. وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها على بعض الأشخاص في البرلمان وفي الوزراء وفي الحكومة، بل حتى الاتهامات لشركائهم السياسيين بموضوع التطبيع مع إسرائيل. ثم نجدهم اليوم الآن أكثر من انتهاك حقوق الفلسطينيين من كل دول المنطقة بعد إسرائيل هم الميليشيات والأحزاب المرتبطة بإيران في العراق. موضوع هذا منع الإقامة وإيقاف الإقامة هو جزء من مسلسل ابتدأ منذ 2003. هناك مئات من الفلسطينيين قتلوا أو نكل بهم أو ذبحوا في أوج ما يسمى الفتنة الطائفية. هناك كثير من الفلسطينيين وقفت رواتبهم، هجروا قسرا من منطقة البلديات التي كانت معقلا للفلسطينيين في شرق بغداد. تتوالى القوانين المجحفة التي هدفها الرئيسي إفراغ العراق من أي فلسطيني. أنا أقول الآن لو أن هؤلاء الفلسطينيين أو من تبقى منهم في العراق يتوجهون إلى حركة حماس أو إلى منظمة فتح، أنتم يا حماس الآن لديكم علاقات استراتيجية مع إيران، ألا يسعكم أن توجهوا لها رسائل حقيقية أنه أنتم تزعمون دعمنا ثم تنتهكون حقوق الفلسطيني في العراق؟ فهذه الكذبة التي يزعمها أحزاب إيران في العراق التي هي رأس الحربة إن صح التعبير لحلفاء إيران في المنطقة، باعتبار أن البلد الوحيد الذي لديه ثروات ولديه إمكانات هم في العراق، لكن هذا البلد موجه بالدرجة الأولى لخدمة إيران، لكن في ملفات أخرى مثل ملف الفلسطينيين الذين يعني يعملون ويسوقون له مهرجانات ونشاطات وأيام في السنة لدعم الفلسطينيين في الحقيقة هو كذبة، وأن موضوع فلسطين هو شماعة لدعم مواقف شكلية لإيران في المنطقة. شكرا لضيفينا في هذه الحلقة طبعا في نهايتها، وهم كل من الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا عبر الهاتف من عمان، ونشكر أيضا ضيفنا الإعلامي والصحفي العراقي حسين دلي كان معنا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة في هذه الحلقة التي ناقشت التقرير السياسي الدوري الذي يصدره أو أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الأوضاع في العراق. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.